بعد تحديات كبيرة، بعد جاذبات سياسية وصلت حتى لكسر كرتاج، مرت حكومة هشام المشيشي أخيرا. التحدي الكبير ما كانش في منح ثقة لهذه الحكومة بقدر ما أنه تنتظرها تحديات كبيرة وكبيرة جدا. سيادتك سي نور الدين القمودي رئيس بدر الدين عفوا القمودي رئيس كتلة الحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، تعتقد أنه أهم الملفات المطروحة اليوم أمام حكومة المشيشي بعد منحها ثقة هو مكافحة الفساد؟ شكرا، بارك الله فيك. تحديات كبيرة بالنسبة لحكومة المشيشي، هذا الأمر كنا نبهنا إليه كحركة الشعب، ودعونا إلى من خلال المبادرة السياسية إلى توضيح خطة العمل والبرنامج الذي سيعتمده السيد رئيس الحكومة المكلف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تعيشها البلاد. كانت ثم فرصة للتفاعل حول هذه المبادرة من أجل الوصول إلى حلول عملية، إضافة إلى ذلك تقديم مهلة يقع الاتفاق حولها مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية سواء داخل البرلمان أو الأطراف الاجتماعية في الخارج، وأقصد اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة، من أجل حسم بعض القضايا العالقة والاتفاق حول مهلة وسلم اجتماعي لفترة عام أو عام ونصف حتى يتسنى لهذه الحكومة أن تعالج المشاكل التي تعيشها البلاد. للأسف الشديد لم يقع التفاعل بما فيه الكفاية حول هذه المبادرة، استمعنا إلى كلمات ترحيبية من هنا وهناك، ولكن على مستوى عملي لم يقع الخوض في التفاصيل. هذا الأمر جعلنا نراجع موقفنا، ونحن ندرك أن هذه الحكومة لن تستطيع أن تحل المشاكل المطروحة سواء بالنظر إلى البرنامج الغامض والغير واضح والغير دقيق الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة، أو كذلك من خلال التركيبة التي جاء بها، ومن خلال كذلك إعادة هيكلة بعض الوزارات على غرار وزارة التكوين المهني والتشغيل التي تم إدماجها ضمن وزارة الشباب والرياضة، ولا أدري أي علاقة بين التكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة. كل هذا الأمر جعلنا نتحفظ ولا نعطي ثقة لهذه الحكومة، ونحن ندرك أنها ستمر بصعوبات كبيرة وكبيرة جدا. في علاقة بملف مكافحة الفساد، السيد مشيشي هو ابن الحكومة التي سقطت على خلفية تضارب المصالح، اتصلت هذه التهمة برئيس الحكومة وببعض الوزراء، بعض الملفات طرحت داخل البرلمان والبعض الآخر سيطرح في الأيام القليلة القادمة. أرجو أن يتعظ وأرجو أن يضع هذا الأمر بين عينيه حتى يتجنب ما وقع فيه سلفه. في تقديرنا مكافحة الفساد تستوجب إرادة سياسية كانت غائبة مع الحكومات السابقة، أرجو أن تكون حاضرة مع هذه الحكومة، لأنه الملف هذا لم يعد بالإمكان أن نتغاضى عن مشاكل الفساد الذي ينقر مختلف مرافق الدولة، والسيد مشيشي مدعو إلى التعاطي مع هذا الملف بكل جدية، وقتها نجم نوفر للدولة الأموال طائلة تهدر اليوم تحت طائلة الفساد. هل تعتقد وسيادتك رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد، هل تعتقد أن مكافحة الفساد بقيت رهينة الشعارات في تونس؟ هل مررنا فعليا إلى مكافحة الفساد تطبيقيا؟ مكافحة الفساد كانت شعار رفعه الحكام في أكثر من فترة، حتى بن علي ادعى أنه يكافح الفساد وكان الفساد ينخر المنظومة السياسية. حكومة الشاهد رفعت هذا الشعار وصفت بها، تم تصفية خصومه تحت هذا العنوان، وتم إضفاء الشرعية وتبييض الفاسدين الذين عبروا عن ولائهم له أو لحزبه. اليوم لم يعد بالإمكان أن نتغاضى عن هذه الملفات. اليوم مكافحة الفساد
أصبحت سلوكا على الأقل في مستوى البرلمان، أمكن خلال السنة الفارتة محاسبة الحكومة سواء في شخص رئيس الحكومة أو كذلك في شخص بعض الوزراء، طرحت ملفات على غاية من الجدية، ثم رقابة برلمانية على العمل الحكومي من منظور مكافحة الفساد. اليوم أصبحت ثقافة مكافحة الفساد سلوك نمارسه بكل جدية رغم المعوقات والصعوبات. أهم هذه المعوقات والصعوبات أن مكافحة الفساد يجب أن تتجاوز عمل لجنة برلمانية لتصبح منهجا يعتمد ويتوخاه الجميع. ثانيا، مكافحة الفساد بدون قضاء مستقل لا معنى له، لأن الملفات التي تطرح تحال على الجهاز القضائي، ومآلات الملفات نعرف جيدا كيف يتم التعاطي معها سابقا. نرجو من هذه الحكومة أن تحرر القضاء حتى يستطيع أن يعالج الملفات المتراكمة لديه. وفي هذا السياق أشير إلى ما يعانيه القطب القضائي المالي من صعوبات مالية وفنية وبشرية. هذا الجهاز جعل للحسم في ملفات الفساد، ولكن للأسف لم يقع تمكينه وتسليحه بما يجب من إمكانيات بشرية ولوجستية وفنية وتقنية، الأمر الذي جعل هذا الجهاز معطل عن العمل. مطلوب من حكومة مشيشي أن تراجع مثل هذه المسائل، أن تحرر القضاء في اتجاه أن نستطيع في قادم الأشهر أن نرى الفاسدين يحاسبون في دولة ندعي أنها دولة قانون. قضية فساد من أعلى طراز، من وزن ثقيل، وصفتها سيادتك منذ مدة بأكبر قضية فساد عرفها العصر الحديث، قارنتها ممكن بقضية فساد الوزير بن عياد في القرن 19 واللي أدت إلى احتلال تونس. نتحدث على ملف الفساد فيما يخص البنك الفرنسي التونسي، وين وصلت الحكاية؟ هذا الملف كغيره من الملفات لا زالت تحت نظر اللجنة، الملف مفتوح. اخذنا خطوات هامة، استضفنا محافظ البنك المركزي، السيد وزير المالية، السيد وزير أملاك الدولة، هيئة مكافحة الفساد، من أجل البحث في مختلف جوانب هذا الملف. الملف مازال مطروح. راسلنا السيد محافظ البنك المركزي لمدنا بقائمة المدينين لهذا البنك والذين فاقت أموال الدين 250 ألف دينار إلى حد هذه اللحظة، ومنذ أشهر ونحن ننتظر الإجابة. نفس الطلب كذلك توجهنا به السيد وزير المالية. سنجدد متابعة هذه الملف خلال هذه الدورة من أجل الإحاطة به من كل جوانب. نحن شعارنا يجب أن ألا يفلت الفاسدون مهما كان شأنهم ومهما كانت الأطراف التي تقف وراءهم، من أجل أن نوفر ونحافظ على المقدرات المالية للمجموعة الوطنية ونحافظ على المال العام، لأنه هذه المهمة أساسية ورئيسية للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في مجلس النواب. شنو كانت نتيجة التحقيق في خصوص قضية شبهة تضارب مصالح أو شبهة فساد؟ نحكي على صفقة 2 مليون كمامة وعلاقتها بنائب في مجلس نواب الشعب. ما توصلنا إليه معطيات تم إحالته إلى الجهات القضائية، تم إثبات وجود شبهة تضارب مصالح، وثمة فساد في علاقة بهذا الملف تبيناه من خلال تقرير الهيئة الرقابية، من خلال الاستماعات التي قمنا بها. الجهات الرسمية عليها أن تتابع هذا الملف، لأن اللجنة البرلمانية ليست جهازا قضائيا. نحن ما نتوصل إليه نحيله إلى الأطراف المعنية. الملف الثاني ملف فخفاخ، نحن خلال الأيام القليلة القادمة سنطوي هذه الصفحة بما توصلنا إليه من معطيات، سواء من خلال الاستماعات التي قمنا بها، من خلال تقرير قام به أحد الخبراء في علاقة بكراس الشروط وفي علاقة بالصفقة التي اتصلت بسيد رئيس الحكومة السابق.
الأكيد ثم نتائج على غايم الأهمية سنطلع عليه الرأي العام من خلال ندوة صحفية في درجة أولى، ثم سنحيل الملف برمته إلى الأجهزة المعنية، كما سندعو مكتب المجلس لعقد جلسة عامة لتقديم التقارير التي توصلنا إليها من خلال متابعة الملفات خلال السنة الفارطة. نجم تكون نتيجة التحقيقات إحالة هذا الملف، ملف تضارب المصالح أو شبهات الفساد لياس الفخفاخ، إحالته إلى القضاء؟ أتوقع إذا ما توصلنا إلى هذه النتيجة وهي إثبات شبهة تضارب المصالح، إلى حد اللحظة لا أستطيع أن أؤكد هذا احترام لواجب التحفظ من جهة، وكذلك لأننا لم نستكمل كل الأعمال، كنا في شبه عطلة، بعض التقارير عطلتنا، كنا ننتظر جهوزيتها ولكن باتت جاهزة اليوم. سنستمع إلى مقدمي هذه التقارير، منهم الهيئة الرقابية التي قامت بعملية الرقابة من خلال تقديمها للتقرير النهائي، وسنحيل الملف بكامله وبرمته إلى الجهات المعنية، إذا كانت أكدت شبهة تضارب المصالح سنحيل الملف للقضاء. شنو تعليقكم على إقالة الياس الفخفاخ لشوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟ سبق وأن عبرت عن موقفي من هذا الموضوع. أولا هذه الإقالة جاءت متأخرة، ثانيا تمنيت لو أن هذه الإقالة لم تتم في هذا الزمن، والياس الفخفاخ يودع، كما تمنيت أن تتم في فترة سابقة قبل أن يثار ملف تضارب المصالح، لأن العميد شوقي الطبيب كان طرفا في إثارة هذا الملف. حتى ما يقعش الالتباس اللي صار واللغط اللي صار في المدة الأخيرة أنه الإجراء هذا من باب رد الفعل، لا، لو تم القيام بهذا الإجراء قبل فترة يكون أفضل. من جهة ثانية، من ناحية قانونية، السيد العميد شوقي الطبيب تم تعيينه من طرف رئيس الحكومة، والجهة التي تعين لها أن تعفي، وهذا معمول به عملا بقاعدة توازي السياق والأشكال. كما أشير إلى أن العميد شوقي الطبيب تولى مهمته إثر إعفاء زميل له قبل أن تنتهي المدة بنفس الصيغة.